عيط علينا المخرج قد ما كنا عم نضحك وعم ننكت نحن بالمشهد، سكتنا يعني وكفينا عادي كأنه ما صار شيء. مرحبا واضح، I love you all so much وميرسي انه عم تتابعونا. Let's do this. Let's talk. Let's talk. خبرينا شو هو أغرب موقف حصل لك مع أحد المعجبين؟ أغرب موقف إنه في صبية علق خاتمة بشعرها وتركته معه لأنه ما بقى طلع وضل سوفينير، بعتقد إنه هي كتير مبسوطة 100%، قلت لها هيدا سوفينير من لإلك. طب ريان أنت شخص رايق أو عنده هيك شوية شعطة إذا بدك؟ رايقة ومش رايقة، عندي شعطة أكيد بس إنه ما بتبين إلا إذا شيء كتير سيفير، يعني مني عصبية in general بس إنه فوع. خبرينا كمان شو عم تحضري شي جديد لرمضان الجاي أو إذا في شي قبل. في شي إن شاء الله قبل رمضان بعد مش كتير واضح معي شو رح آخد، فما قادرة صريح. في مسلسل عم حضر له بلش التصوير، 45 حلقة رح تحبوه كتير. طب عطينا هيك شوي هين كاركتر شي هيك جديد رح يكون. الكاركتر كتير جديد، الكاركتر يونغ وجريئة ومعنا كتير نجوم حلوين وبتحبوهم، يعني you will love the series. ريان كمان بالتصوير أكيد بصير في مواقف مضحكة، شو آخر موقف هيك مضحك صار مع ريان بالتصوير؟ هيك عن جد في كتير قصص بتصير بتضحك، إنه آخر موقف إنه عيط علينا المخرج قد ما كنا عم نضحك وعم ننكت نحن بالمشهد، فأكلنا عيطة أنا وإلسا زغيب وكارول عبود وكلنا، فهول القصص بتصير. شو عملتوا أنتوا بس أكلتوا العيطة؟ ماشي سكتنا يعني وكفينا عادي كأنه ما صار شيء. انت ادفنتشرس يعني معقوله تعمل شيء جنوني؟ ابدا 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 ابدا. ليش؟ ما بحب، كثير سيف، كثير بحب السيف زون تبعولي. احلى محل ممكن تروحي له بتفكري هيك تروقي فيه تكوني لحالك وين؟ بحب البحر وبحب انه البرايفسي على البحر كمان، سو لانه نحن ما كثير بيكون في برايفسي ان جنرال، كل العالم بتجي بتحكيك وبتسلم، فبحب اكون هيك لحالي رايقه، ما بحب روح مع حدا يعني بحب اقعد لحالي. شو النصيحه اللي بتمشي فيها بحياتك العمليه بكل تصوير بكل عمل بكل شيء بتعملي؟ انه دائما كل ما اخذ مسلسل جديد اعطي من قلبي وما افكر ولا بشيء ثاني غير انه انا بدي ابرع بهذا الدور اللي عم بعمله. That's it. Thank you كتير لإلك، نحن بنتمنى لك توفيق ونعطينا المسلسل الجديد. Thank you so much حبيبتي. Thank you.